هلا ومية، هلا، شلونكم؟ شو اخباركم شباب؟ طبعا معلومات اول مره اعرفها، معلومات اول مره تظهر، معلومات اول مره اسوي بحث عنها واكتشفها، لان انا ما شفتها بلعبه ريزيدنت ايفل 4. معلومات اللي بلاقها شلون اجتي، هي ما موجوده باسبانيا اول مره، كانت موجوده بغير دوله، بس شلون وصلت لاسبانيا؟ شلون اهل القريه كانوا عايشين، اهل القريه واهل القلعه شلون كانوا عايشين كبشر طبيعيين وبعدين تحولوا بسبب البلاقه، شلون كانت وضعيتهم، شلون اجاهم سادلر وقدر يقشمرهم، شلون كانت عائلة السلازار تحكم بعدل بالمنطقة اللي عايشين بيها وهي القلعة، وشون تشيف مندز هماتين كان شخص محبوب وشخص له شعبية بالقرية قبل لا يتحولون كلهم إلى ناس مجرمين، ناس مخيفين. قصة راح تنقهر من عندها على أهل القرية بالذات بسبب الشيء اللي صار بيهم. معلومات أول مرة أعرفها، معلومات أول مرة أشاركها وياكم عن البلاقة أو عن حياة القرية أو عن شغلات مهمة ما لعبناها أو ما شفناها بريزنت إيفل 4 راح نشوفها بهذا المقطع. المهم شباب، نسبة كلش كبيرة منكم يباعون المقطع، ما يخلون لايك، نسبة كلش كبيرة منكم يباعون المقطع، هم ما مشتركين بالقناة، خلوا لايك هسه، انزل وقف المقطع وخلي لايك، وإذا أنت ما مشترك اشترك بالقناة وفعل زر الإشعارات التنبيه على الجميع حتى يوصلك كل إشعار مهم النزلة أو كل فيديو مهم النزلة بهاي القناة. اسمي محمد، هاي قناتي الرئيسية مهتمة بعالم الألعاب، قناتي الثانية للتختيم موجودة بصندوق الوصف. حاليا نختم ريزنت إيفل مترجمة العربية من الجزء الأول للجزء الثاني، ما أريد أطول عليكم، يلا ندخل مباشرة بصلب الموضوع. شحنة اي شباب، طبعا هاي المره الخامسه، حرفيا المره الخامسه اللي اسجل مقطع واحاول الملمه واسوي مقطع اقل من 10 دقائق، حتى اولا ما تتشتت المعلومات وتكون مفهومه لكم، الشغله الثانيه يكون سهل وبسيط علي بان اترجمه، لان حاليا دا اترجم المقاطع للغه الانجليزيه وان شاء الله هذا الشيء راح نستفاد من عده. يقول لك على الرغم من ارتباط البلاغا اسبانيا او تم وجودها باسبانيا، فهذا الشيء غير صحيح، فقد نشات لاول مره في غرب افريقيا بناء على ادله وموجوده في بقايا داخل مملكة نيديبايا، هاي المملكة اللي موجودة صاحبة الأطلال القديمة اللي شكلها كلش حلو مرتب، اللي يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث. البلاقة اللي موجودة بإسبانيا تعود للعصر البرونزي. أنتوا ذني عصرين قديمات، فأنتوا لكم أن تتخيلون البلاقة من شو وقت موجودة وش قد قديمة، إيش صار لها، متكيفة من الوضع وعايشة. كان من المعروف أن ناس موجودين قريبين عايشين من هاي المنطقة يؤدون طقوس وثنية، وهي أن يقدمون القرابين البشرية تعبدا، يعني شلون تقولون نوع من الطقوس الدينيه او الديانه اللي هم يعبدوها، وهذا الشيء شفناه بكهف موجود بالقرب من قصر عائله سلازار. سلازار عائله كبيره، عائله موجوده بها ناس نبلاء هم اللي حكموا المنطقه اللي موجودين او اللي عايشين بها القلعه، القلعه كلش كبيره بها ناس عايشين، بها ناس داخلها. اجى هذا سلازار وقام بحمله صليبيه وحشيه بالمنطقه ضد الناس اللي عايشين بسبب معتقداتهم الوثنيه. المنطقه اللي بيها بلاغاس هماتين كانوا القرويين اللي بيها يمارسون هاي الطقوس ويتعبدون لهذا البلاغا بسبب الجهل مالتهم، اجى وقضى عليهم وسد هذا الكهف اللي موجود وبنى القلعه اللي موجوده فوق الكهف، وهماتين انشا وادي كلش كبير وضخم، وبنفس الوقت كان اكو نهر ضخم يفوت بذاك المكان حتى يفصل القريه او يفصل الكهف اللي موجوده بالبلاغا عن المناطق القريبه عليهم. بعد فتره من السنين اجى شخص اسمه اوزموند سادلر، وبعد ما عائله سلازار تدرجت بالحكم الى ان وصل الحكم لحد رامون سلازار وهو الحاكم الثامن او حسب ما يسموه الكاستيلان، الكاستيلان الشخص اللي يحكم القلعه او المنطقه اللي موجوده بها القلعه. اجى اوزمان سادلر قال لهم اكو ناس هنا تعذوا، ناس تدمروا بسبب عائله سلازار، يسموهم ذا انلايتند او حسب ما يسموهم باللغه الاسبانيه اللوس الومنادوس. هذول الاشخاص كانوا يتعبدون او يعبدون الطفيلي بسبب الجهل مالتهم، يقدموا له القرابين ويذبحوا له بشر تقربا من عده. عائلة السلازار قضت عليهم مثل ما قلنا، وتم بناء القلعة فوق المكان اللي كانوا يستخرجون منه البلاقة او اللي يتعبدون بيه. اجى سادلر وقال للسلازار، قال له انت عائلتك اذنبت، عائلتك لازم تتحاسب، لازم انت تكفر عن ذنوب عائلتك، فاذا تريد تساعدني ان شلون تقولون نرجع نحيي اللوس الومنادوس، طائفة اللوس الومنادوس، نرجع نحييهم من جديد ونرجع نطلع البلاقة ونخلي ذولا يتعبدون حتى تنمحي خطايا عائلتك. فسلازار طفل صغير اقتنع بكلام سادلر
سادلر، وبهيك حالة سادلر سيطر على سلازار وسيطر على القلعة، أخذ عمال من القرية المنطقة اللي قريبة من عندهم، قرية عايشة بسلام وعام وكل شيء ما عندهم ناس طبيعيين، أخذ عمال من عندهم وبدوا يحفرون تحت القلعة. بعد ما وصلوا للبلاقة سادلر أخذ اللي يريده وأهل القرية العمال رجعوا لقريتهم. بعد فترة صارت بهم أمراض، صارت بهم تشنجات، قام يسعلون وخلال السعال مالتهم يطلع دم، قام يصرفون تصرفات غريبة. بعد ما قلنا كانوا عايشين طبيعة يعني كل شيء ما عندهم طبيعيين ويزرعون وعايشين حياتهم، فبدت القرية يخافون من الشيء اللي يصير بالقلعة والمواضيع اللي تصير. فسادلر حس بالخطر، توجه الى التشيف مندز، بيتوريس مندز اللي كان المسؤول مال القرية وبنفس الوقت كان الكاهن بالقرية، فراح له وقال له اريدك ان تقنع اهل القرية بانه راح تيجي قوة جديدة، راح يجي عالم جديد، وراح يجي في شيء يخلصهم من الامراض، في شيء يخلصهم من الذنوب، راح يكونون بشر غير طبيعيين، بشر راح يقدرون ينجون، واحنا القادة مال هذا العالم الجديد فهم راح ينضمون اليه وراح ينجون من الشيء اللي يصير او من المشاكل اللي راح تصير بالايام الجايه. فبدا الزعيم مندز يقنع بيهم واحد واحد، ياخذهم للكنيسه ويسوون اجتماعات ويقنع بيهم. القريه انقسمت نصين، نص قبلت بكلام التشيف مندز او اقتنعوا به وصاروا ويا سادلر واخذوا طفيل البلاقه، وقسم ما قبله، فظلت القريه على هاي الحاله لفتره طويله ومده طويله. قاموا سكان القريه اللي ناس الطبيعيين حسب نوتت احد الاشخاص اللي عايشين بالقريه يقول الناس بدت تتحول، الناس بدت تتصرف تصرفات غريبه، تصرفات يمشي بالقريه ويوقع ويشنج ويطلع من حلقه دم وعينه تصير حمراء، ويكونون دائما عدائيين ويحاولون ان يتحارشون بالبقيه ويتحاولون بالناس الطبيعيين اللي ما لهم شغله ويأذوهم. يقول لك الاطفال بدت تتمرض وتموت واحد ورا الثاني، اكو اشخاص البلاقه ما والمتهم او ما شلون تقولون سيطرت على جسمهم بالشكل الصحيح فبدوا يموتون. يقول لك دول الناس اللي اخذوا البلاقه ما يهتمون، يموت ابنه تموت بنته، يموت الناس اللي قريبين عليه، الناس اللي من عائلته، فما يهتم، ما يبدي اي مشاعر، ما يبدي اي مشاعر حزن، وهذا الشيء بدوا يخافون من عنده. يقول لك القريه عاشت ايام عصيبه، ايام رعب، ايام مخيفه بسبب الشيء التغيير اللي صار بيناتهم. الناس اللي صاحين اللي ما قبلوا ياخذون البلاقه بدوا ينجرون واحد ورا الثاني، وبدوا يهددوهم بعائلتهم، يهددوهم باطفالهم لازم يجون وياخذون البلاقه. طبعا اكو شخصيتين اشتغلوا على هذا الشيء وبدوا يحقنون الناس البلاقه، اللي هو الدكتور لويس سيارا اللي كان يشتغل ويطور، والدكتور سالفادور نفس الحاله هماتين كان يشتغل وياخذ البلاقه ويزرعوها بالناس. الناس بدت شويه شويه، هذا صاحب النوتات اللي يكتب يقول لك بدت الناس تتحول، بدت ايام مظلمه وايام مرعبه تمر على القريه بسبب الشيء اللي صار بيناتهم، ويكتب كل فتره يكتب الشيء اللي صار. يقول لك بدت عائلتي تتمرض واحد ورا الثاني، انا بدا جسمي احس بي يعني شلون تقولون الحراره والتشنجات، بدوا اطفال اللي موجودين بالبيت يموتون وهو ما مهتم لهم. يقول لك اكو شيء بداخلي يحزن عليهم بس انا ما مهتم الشيء اللي دي يصير، دي يموتون يعني شغله طبيعيه عنده، عائلته بدت تموت واحد واحد بسبب البلاقه وبسبب الشيء اللي دي يصير بهم هماتين، ما مهتم. وبقى يكتب النوتات اللي يعني شو وقت ما كان يحس انه بشر ويقدر يكتب، بعدها انقطعت هاي النوتات ما قدر يكتب اي شيء، ما قدر يوصل اي معلومه، وهذا الشيء انا اقول بسبب انه تحول صار جنادو من عندهم، بعد ما يقدر يسيطر على نفسه من يصير جنادو يصير تابع للتشيف مندز وبالتالي يكون تابع السادلر. تحولوا كلهم صاروا جنادوز، وسبب تسميتهم جنادوز بسبب انه زراعه الطفيلي بهم، قبل كانوا قرويين عاديين بس بعدين سموهم جنادوز بسبب الطفيلي تم زراعته بهم اللي يسيطر على الجهاز العصبي، من بعده يبدي يسيطر على الجسم، ومن يسيطر على المخ بعد انتهت العلاج الوحيد له هو ان يتم قطع الراس او تدمير الراس حتى يموت المضيف وبالتالي تموت البلاقه وياه. اما اذا كان عباره عن بيضه صغيره بعده استوى ده يفقس مثل حاله ليون واشلي، فهذا الشيء يقدرون يتخلصون منه من علاج الشعاعي الموجود بالاشعه تحت البنفسجيه الموجود بالجزيره، يقدروا يتغلبون عليه ويقضوا. المهم بعد ما صارت هاي الوضعيه ودمرت الجزيره، فحاولت الحكومه الاسبانيه تلم الموضوع وتهماتين تفصل المنطقه من جديد وتعزلهم وتعزل المنطقه الجبليه. رجعوا اللوس المنادوس ايش كم واحد من عندهم قدروا يشردون ويعيشون بالغابات، وهذول قدر يساعدهم شخص اسمه جلين ارياس يشتغل ويا السي اي اي ويا الاستخبارات الامريكيه، وهم بنفس الوقت ساعدوه وقدروا يشتقوا له فيروس من البلاقه اسمه الاي فيروس. طبعا هاي انشقاقات كلش كبيره، انشقاقات كلش قويه،
احتمال كابكوم راح تستخدم هاي الامور اللي ما شفناها بالجزء الكلاسيك راح تستخدمها بالجزء الريميك، وراح تقدر تسوي من عندها او تربطها ويا احداث الجزء السابع والجزء الثامن، وهذا الربط راح يكون كلش قوي وكلش حلو ممتع، ويعني شلون تقولون يحرك السلسله من جديد حتى تصدر اجزاء جديده كلش حلوه وقويه. معلومات مهمه وحلوه حبيت اشاركها، اول ما عرفتها قلت لازم اسوي مقطع واشاركها وياكم حتى انتم تعرفون. اكتبوا لي اراكم قسم التعليقات، القاكم مقطع فيديو جديد، اقول لكم في امان الله.